كابتن اسامه، نادي الاهلي واصل كتابه التاريخ. نادي الاهلي مش هنقول ارقام، ولكن بتطلع الحمد لله رب العالمين. لما بتيجي تتكلم حتى في المحافل العالميه انت ما بتتكلمش، هم اللي بيتكلموا عليك. نادي الاهلي اسم كبير، تاريخ كبير، والنادي الاهلي زي ما قلنا هو الواجهه المشرفه للكره المصريه، الواجهه المشرفه للكره العربيه، الواجهه المشرفه للكره الافريقيه. كان في مكاسب كتير جدا 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 من خلال البطوله دي بالنسبه للنادي الاهلي. ما فيش شك، يعني خلاص النادي الاهلي ماضيه والحاضر بتاعه وان شاء الله المستقبل خلاص بيتكلم يعني عنه. يعني طب من اهم المكاسب اللي انت شفتها في البطوله كابتن؟ اول حاجه الميدالية، انك انت طلعت مش فاضي، يعني فاضي من البطوله، احرزت ميدالية للمره الرابعه، وده انجاز صعب تحقيقه لاي فرقه، مش سهله يعني، وخاصه زي ما انت قلت النسخه الجايه هيبقى في 12 فرقه من اوروبا و 32 يعني فرقه بالظبط، واكتر من اربع فرق من امريكا الجنوبيه، يعني هتبقى بطوله كبيره جدا، مستويات كمان هتخش كبيره جدا. فانت حققت رابع ميدالية، فده انجاز، اول انجاز متحقق في البطوله. ده كاس العالم للانديه، خلي بالك في حاجه ثانيه اسمها بطوله القارات، هيعملوها كل سنه. كاس العالم للانديه هيتعمل على غرار او على نظام كاس العالم للكبار اللي هو بتاع المنتخبات، تمن مجموعات كل اربع سنين. كل اربع سنين. الثانيه بطوله القارات. ايه بطوله القارات؟ هيجيبوا مثلا بطل افريقيا مع بطل اسيا، هيعملوا بينهم قرعه عشان يلعب مين؟ بطل الاوقيانوس، وبعدين اللي اسمها الانتر كونتيننتال اعتقد، او الكونتيننتال. فبعد كده برضه نفس الكلام بالنسبه لبطل امريكا الجنوبيه وبطل امريكا الشماليه، كسبان من هنا انت بطل افريقيا، لو كسب بطل اوقيانوس هيلعب بطل اسيا، كسبان من هنا وكسبان من بطل امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، يروح يعمل ايه بقى؟ يقابلوا بعض، والكسبان منهم يروح على طول على النهائي يقابل بطل اوروبا، اللي هو بطل اوروبا هيجي على طول على الفاينل. بطل اوروبا؟ حاجه غريبه جدا يعني. خلاص يبقى احنا نتجنس كلنا. نشتري باسبورات. هنستعير الكلمه بتاعت يعني يا حلاوه. احنا نخلي اللعيبه بتاعتنا نجيب لها باسبورات روماني او اي حاجه ونحارب بقى اوروبا وافريقيا. هو مفيش شك طبعا التصنيف الاوروبي هو رقم واحد في العالم، ولكن برضه المفروض البطولات دي تبقى ليها اسلوب اخر مختلف في اروح العب ماتشين واروح لو انا جاهز في اسبوع. في اسبوع ابقى منهك مظبوط، وحتى لو وصلت للفاينل مظبوط اروح له عامل كده. نستاذنكم سريعا بس نروح لغرفه اللبس ونشوف